وبركاته. النهارده انا في ضيافه العالمي اللي دايما مشرفنا اللي دايما رافع راسنا المحترف الجديد بتاعنا من العيار الثقيل كابتن ورداني. بعد غياب وبعد حاجات كتيره هنبتدي نخش نتكلم معاه فيها رجع ووقف على المسارح من جديد وقال انا موجود. تعالوا النهارده نرحب ببطلنا الجاب. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بيك يا كابتن هاني وهنا في انتظار اللقاء ده من بدري قوي من سنه تقريبا يعني احنا عملنا واحد بس اللقاء ده ما كانش ليه لازمه انه ينزل يعني. ايوه وانا معاك وجاهز لاي حاجه. النهارده بكلمك بقى 4 سنين غياب رجعت. انا معلش انا اخش بقى في التقيل على طول. خش. 4 سنين غياب ورجعت. الناس قالت ان مستوى ورداني اللي رجع بيه مش هو نفس المستوى اللي المفروض كان ورداني يبقى نازل بيه. ايه اللي حصل؟ عملت ايه في الفتره الـ4 سنين واقفه؟ لا طبعا المفروض ان 4 سنين واقف يعني خلاص ماليش علاقه بكمال الاجسام يعني. وفعلا ده اللي حصل. في خلال الـ4 سنين انا ولا كنت بتمرن كويس، يمكن ما كنتش بتمرن خالص، مفيش اكل مظبوط، اهتميت شويه بالشغل بتاعي. الحمد لله يعني ان قدرت اظهر بالمستوى ده. انا برضه يعني انا نفسي ما كنتش راضي 100% على المستوى، بس الحمد لله ان قدرت اظهر بنفس المستوى اللي ظهرت بيه، مش اقل من كده. وان شاء الله مكمل من ساعتها لحد الان، وكل فتره في تحسن يعني. طب الفتره دي انت ليه ما كنتش بتتمرن؟ يعني ليه ركزت في ان انت تدرب بس واسف ان انت تبتدي تبص للبزنس بتاعك وتكبر الدخل المادي بتاعك؟ ليه ما فكرتش ان انت في الفتره دي ان انت حتى تكمل بالك، ان انت تفضل تزيد بجسمك مش لازم تنشف؟ بص كنت محبط؟ لا مش موضوع محبط، انت اتحكم عليك بالسجن اعتبارها كده بالظبط. صح. يعني انت قاضي صدر عليك حكم 4 سنين سجن. فتخيل وضعك 4 سنين هتبقى قاعد في اوضه بالظبط، هتعمل ايه يعني؟ يا دوبك كل اللي بتعمله او كل المعروف يعني صلاه وعباده. صح. لو في سجن مثلا. صح. هو نفس الموضوع. انا 4 سنين والمفروض ان انا كنت اصلا يعني كانت اخر سنه ليا في الاحتراف 2014، كنت متفق مع الاتحاد ان انا هاخد كارت احتراف وهلعب ماليش علاقه بالهواء تاني. فمن حق ان هم كانوا يدوني كارت الاحتراف وان انا اكمل ما اقضيش مده العقوبه بتاع بالزبط. السجن او مده الايقاف اللي بيقولوها. فالمفروض كان ده تم، بس طبعا ما كانش في اي مساعده، فاضطريت ان اقعد الـ4 سنين. هتمرن ليه؟ هاكل ليه؟ هصرف ليه؟ اتجوزت، عندي عيال محتاجين مصاريف. انا طبعا كل مصاريفي قبل الفتره دي كانت رايحه للعبه. يمكن الفتره دي هي الوحيده اللي اشتغلت فيها وعملت فلوس او ركنت فلوس بالظبط عشان عيالي وعشان بيتي والحمد لله خلصت المده. يعني يمكن لحد قبل ما مده الايقاف تنتهي بشهر كنت تقريبا بطلب كل شهر ان العب. يعني انا واحد من الناس عندي غيره، يعني عندي غيره، بحب اشوف البطولات، عايز العب. فكنت احدد بطوله من 2014 واكلم الاتحاد واقول لهم انا عايز العب البطوله ديت وابدا اتمرن، الاقيه يقول لك لا مش هينفع تشارك في بطوله محترفين في المكان الفلاني، هصرف فلوس وهجهز. يا اتحادنا قال لك لا مش هينفع، لازم تقضي مده الايقاف وبعد كده تحترف. انت من وجهه نظرك ان دكتور عادل كان ممكن يشيل لك الايقاف ده؟ مش يعني بص مش موضوع ممكن او مش متاكد، بس اللي اعرفه ان هو كان يقدر يخلينا نلعب، لان انا كنت هلعب محترفين. المحترفين يعني المعترف بيه او المعرف عليه ان هو ما فيهوش تحليل، ملوش علاقه بالمنشطات، لان كل المحترفين بياخدوا منشطات. طيب انت دكتور عادل كنت ممكن تسيبني العب، مش انا لوحدي يعني، كان في محمد زكريا برضه كان نفس الطلب بتاعي، وكان يمكن محمد هو اللي بيصبرني ويقول لي السنه الجايه السنه اللي بعدها لحد ما الـ3 سنين خلصوا. لحد قبل بطوله الكويت اللي انا خدت فيها كارت احتراف كان فاضل بالظبط على انتهاء مده الايقاف بتاعتي 15 يوم 15 يوم 3 سنين الـ4 سنين واقف، مده الايقاف فاضل فيها 15 يوم وتنتهي رسمي. فكان بطوله الكويت اقرب بطوله وانا جهزت وصرفت وطلبت من الاتحاد ان العبها، وقالوا لي لا ما ينفعش العبها ده فاضل 15 يوم. يعني ايه 15 يوم؟ يعني بعد ال 15 يوم ادور على بطوله تاني بقى اجهز لها؟
لا فاضطريت ان العبها، وقلت لهم انا كده كده هلعبها وزي ما تيجي تيجي يعني. بس ولعبتها والحمد لله ربنا كرمني فيها وخدت كارت الاحتراف وكملت من ساعتها لحد الان. ازاي كان بيقدر يتحكم فيك في اللحظه دي برغم الانفصال ما بين الاتحاد الاتحاد ما انفصلش في الفتره دي كلها في خلال الثلاث اربع سنين اللي انا توقفتهم، ويا ريتهم يا ريتهم يعني انا بقول يا ريت كان انفصل من قبل الثلاث سنين. كان حياتك فرقت طبعا، كان زمان الموضوع اختلف خالص، كان زماني في وضع غير اللي انا فيه دلوقتي. بالظبط. الموضوع دلوقتي صعب قوي هني في المحترفين، يعني انت عندك بس في العرب دلوقتي اكتر من 12 محترف في ال 2 2 باون في ال 212. يعني لا يعني بكلمك بس في الفئه اللي انا بلعب فيها في العرب 12 محترف. الاول مش مثلا ان انا خايف او كده، لا بس الاول كان في فرص اسهل كتير. دلوقتي الفرصه صعبه، دلوقتي انت بتروح مثلا كان البطوله زمان المحترفين خمس ست لعيبه، دلوقتي انت بتلاقي 20 25 لاعب في كل بطوله. وال 25 رايحين عايزين يتاهلوا. فطول مده الايقاف بتاعتي ما كانش فيه انفصال في الاتحادات. الانفصال حصل امتى؟ الانفصال حصل الكلام ده في شهر 9 او 10 9 اخر شهر 9 بعد بطوله اولمبيا 2017. اللي هو انا كان فاضل لي بالظبط، انا الكوب بتاعي ينتهي في 11 بالظبط. وكانت بطوله الكويت في شهر اكتوبر. فبالظبط بعد بطوله اولمبيا مصر اولمبيا في فيجاس حصل الانفصال. انا كان فاضل لي بالظبط على الكوب بتاعي بالظبط 15 20 يوم حصل الانفصال، فلعبت في بطوله الكويت اللي هي في اتحاد المحترفين. وكانوا لسه بيمنعوك ان انت تلعب المباراه دي. ايوه انا طلبت لحد اخر لحظه، طلبت ان انا هلعبها، قال لك لا ما تلعبهاش برغم الانفصال. طب ما هو مالوش سلطان عليك. ما انا قلت لهم بقى هلعبها. طب لا يعني كان سر رفضه ايه او تعنت ليه؟ هم كانوا عايزيني تابع للاتحاد زي ما انا الاليت، بس انا حلمي مستر اولمبيا او هدفي مستر اولمبيا. طبيعي يعني انا مثلا رايح مثلا اسكندريه بالظبط، خلينا في مصر، رايح اسكندريه، هو ده طريق اسكندريه. ما تقوليش خد طريق الصعيد. بالظبط صح. انا عايز اروح اصيف في اسكندريه. توديني الصعيد ليه؟ صح عندك حق، يعني الطريق قدامي سهل. ايه اللي يوديني في الطريق اللي كله ما اعرفش اخره فين اصلا يعني، ولا هو لسه يعني هم اتحاد الاليت فين يعني في كام محترف اليت دلوقتي؟ عملوا بطولات محترفين؟ بنسمع انه هيتعمل يعني. بنسمع بس في بطولات. هل لما هو الموجود معاهم دلوقتي بعض من بتوع ارنولد كلاسيك؟ هاني الاسم معهم. الاسم المشهور في المحترفين يعني، خلينا رامي السبيعي. رامي السبيعي بيلعب ايه؟ اولمبيا طبعا. في الهيس الناس اما بتسمع كلمه احتراف بتقول ايه؟ مستر اولمبيا. ما بتقولش اليت. ف سمير بنوت الصنباطي من سنه كام و50 لحد 2017 لحد لسه شغالين اولمبيا. حلم كل الشباب اولمبيا. اليت انا ما اعرفش وضعه ايه. يعني انا مش رايح يعني، كفايه اللي انا مش صغير. انا بقالي 18 سنه في لعبه كمال اجسام، فخلاص يعني اللي جاي مش قد اللي رايح زي ما بيقولوا. فانا حتى كان طلبي من الاتحاد قلت لهم يا جماعه انا كل فاضل لي في اللعبه، انا مش حابب اطول يعني، ان ربنا اداني عمر كل فاضل لي في اللعبه 3 4 سنين، عايز العبهم ماتشين احتراف، العبهم ماتشين اجرب نفسي في الاحتراف. بالظبط. كان ايامها كنت ايامها 2014 كان عندي 30 سنه. فاديني فرصه بقى يعني، خليني العب ال 3 4 سنين دول في المحترفين. الثلاث اربع سنين دول كنت عملت فرقت فيهم كتير يعني اكيد مش انا لوحدي، حتى محمد زكريا برضه تقريبا من نفس عمري. صح. يعني لما تنافس وانت 34 سنه غير لما تنافس وانت 30 سنه، غير لما تنافس غير لما تنافس وانت 26 سنه. بحب دايما يعني اكون صريح او الاعتراف بالحقيقه، مش هقول لك انا احسن واحد في الدنيا او انا لا، في هيطلع احسن مني، في اما انا 34 سنه واطلع نافس ويبقى اللي جنبي 26 سنه ولا 25 سنه ولا 24 سنه، اكيد هيبقى الرونق بتاع العضلات عنده طبعًا احسن طبعًا. مش هقول لك الناس هتقول لك طب ما كستر 40 سنه و ما وقفش. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. ما وقفش ديكستر، لو وقف يوم يفرق معايا، يبان عليه طبعا. ده لو فوت وجبه، هو قالها اصلا في انترفيو قبل كده، قال لك لو فوتت وجبه انا حقيقي. احنا دلوقتي لو ما اتمرنتش يوم بحس ان
غير اللاعب ال 24 سنه ال 22 سنه اللعيبه اللي لسه جديده بالظبط زي ما تكون يعني شفت المؤاخذه يعني لما تذبح عجل وتطلع الكبده بتاعته وهو لسه مذبوح بتحطها كده تحس ان الكبده حيه فريش. يعني تسيبها تحس ان هي بتتحرك فاهم لو سبتها مثلا يومين ثلاثه تحس انها ميته هو نفس الموضوع اللعيبه دي لسه روح فانا ما مش هضحك على نفسي واقول انا احسن واحد لا انا الحمد لله المستوى في سني كويس وماشي في طريق كويس بس هيطلع احسن مني وفي جيل جديد صغير حلو ما شاء الله يعني هيكملوا وهيعملوا مستويات احسن من اللي احنا عملناها خلينا في ورداني دلوقتي عايزين نعرف ورداني الماتشين اللي هو لعب انت لعبت ماتش في ايرلند ولعبت ماتش في انديانابوليس في امريكا الماتشين دول تجهيزاتهم كانت عامله ازاي مين اللي قالك اختار الماتشات دي اخترتها بناء على ايه والله انا اللي اخترت الماتشات بطولة انديانا بوريس كانت بتاريخ تقريبا 31/3 انا اللي اخترت البطولة وسافرت طبعا انا بجهز مع تيم اكسجين فكان المسافة اصلا تقريبا السفر سيبنا بقى من طول فترة التجهيز الحمد لله انا 17 ساعة تقريبا لا اكتر من حوالي 24 ساعة طبعا انا كنت واخده سيبنا من طول فترة التجهيز انا بكلمك على الرحلة بس طبعا انا كنت مسافر لوحدي البلد هناك تلج موضوع تغيير الجو بتاع انا مسافر جاهز الحمد لله هقول لك 98% اليومين الثلاثه اللي هقعدهم هناك اللي هو ال 100% بالظبط اللي حصل الحمد لله مشيت لحد ما وزنت يمكن الصور اللي انا بشيرها كلها في الناس مفكره انها ايه في البطوله اللي بعدها لا دي كانت في انديانا اللي الناس قالت ان انا ما كنتش جاهز قوي انا بس عايز اوضح نقطه يمكن انا وضحتها في لايف بعد البطوله على طول انا كنت يمكن في ماتش انديانا اقوى من ايرلاند كمان انا بحكم على المستوى اللي انا وصلته انا اللي شايف ممكن الناس بتحكم بالتصوير فعندهم حق يعني انا لما نزلت من على المسرح وبقلب في التليفون وشفت الصوره ليا كانت موقع اجنبي مش عارفها قلت ايه ده مين ده يعني انا لو بالمستوى في الصوره ده ما بطلعش قدام حد ما بقلعش قدام حد مش هطلع على مسرح كده يعني لو انا بالمستوى في الصوره وانت مثلا في اللوكرز بتاع الجيم مكسوف ما بقدرش اطلع قدام حد ف اما قلت في حاجه غلط لا قلت انا قبل البطوله ناشف وعندي الصور كلها اللي مصورها في الفندق واللي في يعني خلاص حتى وانا بدهن التان مصور فيديو يعني ناشف وجاهز 100% الحمد لله مشكلة البطولة ان كان المسرح بصراحة سيء جدا لدرجة يعني فكرني ببطولة العالم في الهند انا بصراحة عقبت عليه على طول انا قلت الاضاءة وحشة الاضاءة يا هاني حاطين كشاف احمر في وش اللعيبة وفوق السبوتات العادية اللي بيحطوها المفروض الكشاف ده ما يتحطش ان ده بيعكس مع ده اي كاميرا بتصور خلاص مطلع اللاعب فلات ما فيهوش اي ملامح عايز اقول لك ان انا اول حاجه عملتها دخلت على صور اللاعبين التانيين تبص عليهم لقيت كل اللاعبين بنفس المستوى ونفس مستوى الصور فقلت لا يبقى العيب مش فيا العيب في التصوير فحتى انا اتكلمت مع الناس قلت لهم لو في حد جاب لي صور اللاعب في البطوله دي على المسرح حلوه يبقى انا اللي كنت وحش يعني انا رهنت الناس قلت لهم لو واحد جاب لي بعت له صوره للعب على المسرح حلوه طالع ناشف حلو وظهر حلو يبقى العيب كان فيا انا فطبعا انا لفيت الدنيا كلها في الصور ما فيش حد يمكن اللعيبه كلها جاهزه 100% اللعيبه كلها بصراحه يعني حاجه مستوى خيال الحمد لله بتوفيق ربنا خدت المركز الرابع ورجعت على الكويت ممكن في بعدها بطوله ايرلندا باسبوعين استناني بس رجعت معك. الكويت بالمستوى اللي انت عملته وحققت رابع حلو رد فعل التيم المسؤول عنك اكسجين كان رد فعلهم ايه والله بص هو يعني في حاجات انا قصرت فيها يعني ممكن مثلا يعني موضوع بص هاني يعني موضوع الاحتراف وموضوع الهواه غير موضوع الاحتراف يعني المكسب زي ما بيقولوا باكج كامل باكج كامل يعني اللاعب لازم يكون جميل سيمتري مثلا عضلات كبيره وناشفه في نفس الوقت بيعرف يعود
انا كان عندي مشكله في البوزنج بصراحه، واخد على البوزنج اللي هو بتاع الهواء اللي هو واحد اللي هو البيزك او السبع اوضاع واللي انا اتعودت عليهم طول حياتي. انا من النوع اللي مش بحب ارقص في الميوزك والكلام ده، يعني انا بحس ان لعبه كمال اجسام لعبه وقاه. لعبه وقاه ازاي يعني؟ المفروض اللعب هو بيشد راجل يعني، انما الرقص البلدي والكلام ده بصراحه يعني مع احترامي لكل اللي بيعملوه بس انا مش بحس انه يليق على كمال اجسام. فممكن في حاجات كلاسيك حلوه بس فانا موضوع المحترفين انا ينقصني او ينقصني في الماتشين الاثنين في البطولتين الاثنين البوزنج، وده اللي انا شغال عليه الفتره ديت وبحاول اتعلمه عشان ان شاء الله البطوله الجايه. بس كان التعقيب كله من التيم مثلا على النقطه ديت، ويمكن كان في سنه في التحكيم مجاملات، مش هقول لك يعني التحكيم كان 100% لا، ممكن كان في مجاملات او الله اعلم طريقه تحكيمهم بتختلف عن الطريقه اللي انا عرفها قبل كده في الهواه. المهم انا الحمد لله يعني ما فيش حاجه بتاثر عليا يعني، خدت رابع. شفت نفسك جنب اللي هو تانك جاكسون اللي هو الاسمراني، شفت نفسك جنبه عامل ازاي؟ والله بس يعني احنا كنا بنبص للناس زي ان احنا في حته وهم في حته، هم جامدين قوي علينا واحنا صغيرين وبتاع. انت شفته ازاي الموضوع صعب؟ انا لما رحت وقفت في الصوم يعني الحمد لله بفضل الله يعني احنا احسن منهم كتير. انا هقول لك انا شفتك ازاي، اول فرقات بسيطه قوي يعني. انا هقول لك شفتك ازاي. مش دعوه بالعضلات. ايوه انت احكم. مثلا انا شفت اصغر وسط على المسرح كنت انت، دي كانت بالنسبه لي اللي هو الطفره. الله ينور عليك. انا بروح يمكن لما رحت شفت ده، شفت ان انا اقدر انافسهم ان انا افضل منهم، او ان انا ممكن بعد كده المرحله الجايه اكون افضل منهم، ان انا مثلا اتغلب على العيوب اللي عندي واكسبهم. بس النقطه اللي قبل ما اروح هي اللي اختلفت. قبل ما اروح انا كنت بشوف الناس ديت يعني فاهم انت يعني جامدين قوي يعني مش هينفع نكسبهم، مش هينفع احنا بس دوبك نتساوي معاهم. لا انا يعني النقطه دي عايز اوصلها لكل الهواه، احنا زيهم واحسن منهم. سيبنا من الصور وسيبنا من الكلام ده، انت ما تعرفش قيمه نفسك وما تعرفش حجم نفسك الا لما تقف جنب الله. صح. احنا مستوايا دلوقتي زي مستوايا كهاوي، ما طلعت جنبهم ما فيش فرق. يمكن الفرق هم مثلا قدام شويه بيعوروا افضل مني، يمكن هم مثلا اسمائهم قديمه في عالم المحترفين، انا يمكن اسمي كان كبير في عالم الهواه بس لسه في عالم المحترفين ما حدش يعرفني خالص. حتى الاسم نفسه متغير، انا في الهواه احمد الورداني مثلا، في المحترفين طبعا بياخدوا الاسم الاول والاخير اللقب اللي هو السعداني. فاحمد السعداني ما فيش حد يعرف احمد السعداني، لدرجه ان الناس كتير بعتها بتقول مين السعداني، اسمك فين يا كابتن؟ وانا قدامهم احمد السعداني ايجيبت، فما فيش حد يعرف الموضوع. لدرجه حتى في القوائم انا لما خدت سكرين شوت من القوائم بتاعتهم وهم منزلينها، منزلينك حتى محمد مش منزلينك احمد ساعه لما في غلطات في غلطات. بس الفكره كلها ان موضوع الاحتراف مش صعب بصراحه، مش صعب. اي هاوي خدت القرار خلاص انت كده خدت القرار بعد الماتش الاولاني، ابتديت تقرر ان انت تروح تلعب الماتش الثاني اللي هو ايرلندا. التيم قال لك ايه؟ بص هو ده كان قرار انا برضه يعني مش متسرع انت برضه يعني. لا هم التيم في ميزه. لا التيم في لا اسمعني بس، انت جعان بطولات. لا التيم في ميزه، انا جاهز وعايز اجمع نقط وعايز العب اولمبيا السنه دي. فالتيم في ميزه ان هم لما بيسافروا مع بعض كلهم زي فهم مش مسافرين البطولتين دول او ما عندهمش مثلا حد مسافر. انا قلت لهم انا هسافر بس برضه يعني معاهم على اتصال يعني فاهم في كل شيء. بس هو الموضوع كمان السفر بتاعي انا. هسالك سؤال صعب شويه ممكن يسبب لك ازمه يعني. انت تعتقد ان هو التيم بتاعك سابك باعوك ان انت تروح البطوله دي لوحدك، ما طلعوش تيم معاك يسافر معاك يدعمك؟ لا بالعكس، ده كان قرار انا اللي اخترت اسافر. ما اختلفناش بس هما ليه ما حدش جه معاك؟ هقول لك احمد. لا احمد بصراحه احمد عسكر قبل البطوله بفيزيت اولندا من الفيز الصعبه جدا يعني حتى في كويت اترفضت. طبعا لما رجعت خدت القرار كان فرق بين البطولتين اسبوع او 12 يوم. انا كنت مطلع فيزيت اولندا قبل امريكا اصلا. فخدت القرار في الاسبوع ده وكلمت احمد، فوالله ده حصل، هو خد الجواز وراح المكتب بتاع السفريات عشان يعمل فيزا. قال له هتاخد اسبوعين اتنين. كان فاضل على البطوله بالظبط 10 ايام. فما كانش هينفع.
حتى بقول لك فيك، بس هو بعت معايا ناس من اللعيبه يعني عشان التصوير والكلام ده. كان في معايا ناس كويته من برضه بيجهزوا مع احمد عسكر في التيم، وكنا مع بعض وفي كل حاجه مع بعض، وتصوير واكل وسكن كل حاجه. فهم بصراحه ما يعني انا لو شايف تاثير هقول لك يعني. انا واحد من الناس لو حسيت انك انت مثلا مش مهتم بيا مش هكمل معاك والله والله. ان كان كل دقيقه يعني، كان احمد مثلا او ابو فيصل ما كنت اتاخر في يقول لي مثلا صور وابعت لي كل مثلا الوجبه وصور وابعت لي. فما كنت اتاخر كان كنت مثلا بكسل اصحي الشباب اللي معايا يصوروني نايمين وكده تعبانين برضه، فاتاخر في التصوير فلاقي بقى الوضع ايه، ما بعتش. فبرغم من المشاغل اللي هم فيها يعني، احمد ما شاء الله عنده اكتر من 100 لاعب يعني، بس الاهتمام حلو. فانا لما كنت بجهز مع هاني ان حسيت ان هاني مش مهتم بيا بالظبط مش عايزه، صح. انا كنت بجهز مع نيل هيل قبل، كنت جاي لك في الحته. يعني انا لما قررت احترف قبل ما انضم لتيم اكسجين كنت مع نيل، بعت لنيل ونيل رحب بيا جدا، وبصراحه في البدايه كان ممتاز وقال لي وبعت لي الجدول انا كلمت مع نيل يودا، لو انتوا ما حدش يعرفه مع نيل ده اللي هو المدرب فيليكس لويز في، لا يا عم كل الناس عارفاه. ال 212 كنت انا صدفه ان انا كنت في ايطاليا ساعتها وقابلته هناك، شفت وقعدنا اتكلمنا انا وهو واتكلمنا عليك. هو كان بصراحه مبهور بيك في الاول وقال على عضلاتك كلها راوندي ومدوره وده هيعمل شغل جامد. حلو، هو كلمني نفس الكلام حتى وانا على اتصال معاه. وبعد كده حسيت انه بيتاخر قوي في الردود. يعني ممكن ابعت له مسج مثلا يرد بعدها بيومين او ثلاثه. فبصراحه انا بحب الاهتمام، ابعت لك ترد عليا. فدي كانت نقطه مخلياني برضو ايه يعني قافل شويه. بعد كده بدا الكلام في فلوس. يعني هو في الاول اتفق معايا انه مش هاخد فلوس، انت راجل هتبقى اضافه للتيم وكده. لقيته بيقول لي فلوس وحول. فانا اقول له انا متفق معاك ان احنا يعني لو اتفقت معايا الاول على فلوس عادي هدفع لك، اكيد حقك شغلك زي ما انا مثلا بجهز وباخد من الناس فلوس. ف اما لقيت كده قلت له خلاص شوف انت عايز ايه وابعته لك. يعني شوف مثلا انت عايز ايه، حتى الرساله اللي هو اللي المفروض انا بعت له فيها عايز ايه وابعته لك برضه ما ردش عليها الا بعد. فخلاص لقيت الموضوع ايه، انا مش هتهتم بيا مش ههتم بيك. هو نفس الكلام برضه في التيم لو مش مهتم بيا انا مش هكمل معاهم. بس شايف نفسك ايه في المحترفين دلوقتي، في وسط المحترفين؟ انت خلاص محترف اوريدي ولعبت ماتشين احتراف، حاسس ان انت رايح فين؟ بص انا ما يعني دايما حتى تلاقيني بقولها كلمه، لا تراجع ولا استسلام. ولما بيبقى عندي هدف او عندي حلم بمشي في اي طريق المهم اوصل له. انا يمكن الماتشين اللي فات تعبوني مصاريف وتعبوني مجهود ومقصرين عليا في شغلي، ويعني فاهم يعني ظروف كتير كده ملخبطه، بس انا يعني مستحمل ده كله ومصمم ان انا ان شاء الله بامر الله العب اولمبيا السنه دي اتاهل. انا لما بروح بطوله هاني زي ما الناس عارفه عني انا بروح عايز اول، انا مش هجمع نقط بصراحه. يعني انا بابا عايز اجيب اول، انا لو رايح عارف ان هاخد تالت ولا رابع ولا تاني واجمع نقط مش هروح، مش هسافر، مش هدفع مثلا تذكره ب 30,000 جنيه لامريكا عشان تجمع نقط والله، ده غير اقامه واكل وشرب وبهدله عشان اخد نقطه. لا انا رايح في دماغي اعمل اول، ما عملش اول بقى ده بتاع ربنا يعني فاهم. بس انا يعني دايما اللاعب المفروض انه رايح ياخد اول عشان يتاهل. فانا كل البطولات اللي بسافرها ببقى رايح عايز اخد اول، جت تاني جت تالت، انا عندي بالظبط تاني زي عشا. عايز ارجع بيك ورا حبتين كده، ليه عملت البطوله في المنوفيه باسمك، بطوله الورداني كلاسيك؟ كان ايه الفكره منها؟ الفكره يعني بص برضه مش هكذب عليك، انا من نوع انا اختفيت 3-4 سنين، فكنت عايز اسمي يظهر تاني. وفي نفس الوقت الفكره بتاعت البطوله اول ما اتعملت انا كنت عاملها لاولاد المنوفيه بس. والهدف ان انا كنت عاملها لابناء المنوفيه بس، ان انا كنت عايز افيدهم ماديا بالظبط.
يعني مثلا ما فيش، والناس كلها بتطلع تشتكي زي ما احنا كنا بنشتكي من مصاريف، وكانت الدنيا غليت بعد تعويم الجنيه الدولار، الحاجه علبه البروتين اللي كنت بجيبها ب 400 جنيه بقت ب 2000 ونص. فيعني كانت من يعني حاجه من مساعده مني يعني، فاهم؟ الله يعني ربنا العالم يعني ان انا دفعت في البطوله دي قد ايه. المهم الحمد لله البطوله اتعملت. بعد كده طبعا لما جيت الاول قلت المنوفيه وبتاع، الناس قالت لي يا كابتن والمصر والقاهره، قلت لهم يا جماعه البطوله مفتوحه وكل يشارك، بس انا منعت الابطال ان هم يشاركوا، لان الابطال الحمد لله ربنا كرمهم، اللي عنده شركه بتصرف عليه او اللي بيشتغل او اللي بيدرب او او او. في نفس الوقت في مشكله عندنا في التحكيم في مصر، دي انا متاكد منها 100%. انا احمد الورداني مثلا في مصر بس؟ لا انا بقول لك في يعني انا عارفها متاكد منها، لان دول اصحابي يعني الحكام اصلا انت عارف. لو انا طالع على المسرح واسم وفي حد جنبي يكسبني انا هكسب. هو مش في مصر بس. انا بكلمك بقى يعني انا اتعاملها للناس اللي هي تستفاد. والله العظيم لو كان التحكيم هيمشي بما يرضي الله، ولو البطل يخسر ويخسروه، لو كنت سبت الكل يشارك يعني، فهمني ما كانتش الموضوع فارق معايا. انا بالعكس صاحبي لو يستفاد احسن. لو كده كده اصلا كل ابطال الصف الاول كلهم تفهموا الموقف وكانوا موجودين، وحتى هم عملوا عروض شرفيه. الله ينور عليك. يعني. هي الحمد لله البطوله عدت ونجحت. يمكن انا بس انا عايز اقول لك يعني بجد حاجه عقيمه. ايه يعني انا البطوله ديت يعني انا ما بفكرش اعملها تاني بسبب حاجات انا اتعلمت منها حاجات كتير. الحاجات اللي فيها مفيش تعاون، تروح تأجر قاعه، يعني انا مأجر قاعه في كانت في كليه التربيه الرياضيه في ودافع فلوس، وانا اللي جايب المسرح واللي عامل كل حاجه، واجي احط بانر مثلا سبونسر تقول لي لا ما ينفعش ده مش دعايه. يا عم دي بطوله خاصه اعمل اللي انا عايزه. وبعدين الناس دي اصلا يعني هم اللي هيدفعوا للناس، هيدفعوا للعيبه. يقول لك لا يعني لقيت بص يعني وصل بيا الحال ان انا قبلها كنت بجهز اصلا وكنت تعبان. وكان عندي بطوله قبلها الشركات بتقريبا يومين. بالظبط. كنت معسكر في بورسعيد. فمحمود اخويا اللي كان بصراحه قايم بالموضوع كله يعني، هو بس كان على اتصال بيا لحد محمود ما زهقني في التليفون من كتر طلبات عميد الكليه. او قلت له يا محمود اعمل اللي هو عايزه بدل ما كنسل الموضوع خالص. بالظبط. لحد قبل البطوله بيوم. يعني مثلا شركه فيت جيم فيت جيم فيت كانوا متفقين معايا وهيعملوا وهاخد منهم مبلغ وهيوزعوا على الناس هدايا ومش عارف ايه. ورفضوا. قال لك ما تحطش الجامعه رفضت. انا عارف الموضوع. فطبعا كان برضه في نفس الوقت هيقص يعني طب المبلغ اللي المبلغ اللي كان هيجي والناس اللي كانت هتستفاد سواء بمكملات او كل ده. فلقيت محمود بيقول لي ده بيقولوا كذا. اضطريت اتصل على المسؤول عن الدعايه بتاع الشركه قبلها بيوم بعد ما خلاص مجهز العربيه والحاجه، واعتذرت له قلت له لو انا هحط لك البانر بس مش هينفع ان انت تعمل ايه اي بوس وبتاع والكلام ده. وانا اللي دفعت المبلغ من معايا. فالحمد لله. انا مش تعمل البطوله دي تاني والله يعني بصراحه. انا من عدم التعاون اللي شفته، بص انا لما عملتها كنت انا اللي دافع. انا ممكن اعملها زي مثلا احمد علي وزي اجر في فندق وبتاع، بس التكلفه غاليه عليا. انا راجل شغلي هو اللي بيصرف عليا، مش ما عنديش فائض مثلا او كده، او انا ما بتجيبش او بتاع، فاهم؟ فالموضوع بالنسبه لي هيبقى مكلف قوي. الاتحاد ما فادكش في اي حاجه في المواضيع دي؟ ما ساندكش في ايه؟ في موضوع البطوله ولا اي حاجه. عايز اقول لك ان انا كنت متفق معاهم، هم خدوا على فكره الاشتراكات كلها، انا متفق معاهم ياخدوا الاشتراكات، ما خدتش جنيه من الاشتراكات. يعني لما رحت اتفقت مع الاتحاد ان هو يجيب التحكيم وبتاع، اتفقت معاهم ان هم كل الاشتراك المفروض اصلا ياخدوا نسبه. فانا قلت لهم لا الاشتراكات كلها خدوها. الاشتراكات لموا حوالي اكتر من 55,000، كان انت على علم بالموضوع ده، خدوه. انا طلبت منهم طلب واحد بس. الفلوس بتاعتي اتلوت. طلبت منهم طلب واحد بس. عارف ايه الطلب؟ قلت لهم انا عايز الشهاده وانا بكلمهم، قالوا لي انت عامل شهادات ولا احنا نجيب شهادات؟ قلت لهم لا انتوا حطوها الشهادات اللي هي بتاع الاتحاد. شهادات مشاركه. جم يا ريس يوم البطوله، يوم البطوله هم بيوزنوا الناس،
فينيشرات قال لك لا احنا ما جبناش نسيناها. طب ده موقف. طب انت هتوزع على الاول والثاني والثالث والرابع لحد العاشر ايه؟ انا عامل الميداليات، بعت عامل الميداليات في الصين. الميداليات مش معموله في مصر، في الصين. وجايه شحن وبفلوس بمبلغ. شفت الميداليه شكلها جميل. حلو طبعا. وانا على بالصدفه لقيت محمود اخويا كان عامل الشهادات اللي احنا وزعناها. يعني هو ما كانش عاملها، كان الموضوع باظ. يعني ادي حاجه هايفه خالص يعني. من طب ما طب ليه؟ طب ما انا مديكوا فلوس. طب تفتكر البطوله بتاعت الكويت اللي كانت ملعوبه من كام ولمت عدد، يعني مش هقول لك يمكن اكتر بطوله كان فيها عدد، انا بس كمال اجسام كان فيها 110 لاعب. يعني ما فيش بطوله كمال اجسام دلوقتي فيها 110 لاعب. طبعا. يعني البطوله اللي حصلت بتاعت الكويت دي كان كلكم على بعضكم 12 و10، انتوا كنتوا 22 لاعب. اللي هي البطوله بتاعت الكويت دي اولمبيا. كانت 22 بادي بيلدينج. كان 10 خفيف و12 تقيل. بص البطوله كان فيها حوالي 270 لاعب كلها. فين؟ بتاع الكويت. 265 او 200. بقول لك حوالي بالتقريب 260 270. انا معايا شيء 265. فيهم حوالي هنقول مثلا 20 لاعب بادي بيلدينج او 22 زي ما بتقول. مستوياتهم جميله. بس انا عايز اللي عايز اقوله ان معظم لعيبه البادي بيلدينج حولت على كلاسيك. بالظبط. فحتى تلاقي الكلاسيك كان قوي جدا يعني. بس البادي بيلدينج يعني مثلا الاثنين الثلاثه الاوائل في الوزنين كانوا ما شاء الله جامدين جدا. يعني مثلا في الوزن بتاع ال 80 كيلو ولو كان ابو فيصل عمل كذا فئه كذا وزن بس هو بدر عمل الموضوع ازاي؟ عمل موضوع ان هو عايز الناس اللي ممكن تستفيد بكره الاحتراف تحت 80 ممكن مثلا هيزود ويلعب في التو ان تو المفتوح هيلعب او لو وزنه قريب هيلعب كده. فهو عايز الناس اللي تستفاد بالكروت. يعني قال لك مثلا هجيب لاعب 60 كيلو هعمل وزن 60 كيلو وبعدين هعمل بيه ايه؟ خليه كسب. هيعمل ايه في الاحتراف؟ بالظبط 65 70 75 هيعمل ايه في الاحتراف؟ قرار صائب بصراحه. فهو اختصر الموضوع. فهو لو كان فتح الموضوع شويه في الموازين كانت لمت عليك كبير جدا طبعا. بس هو اختصر الموضوع على الناس اللي ممكن فعلا تستفاد بالكويت، وفعلا الناس اللي خدوا الكويت يقدروا يستفادوا بيها ويقدروا يفعلوها، يقدروا يشاركوا على طول في المحترفين. شفت بطولة الكويت وشفت المستويات اللي كانت فيها، مين أكتر لاعب علم معاك غير حسن؟ عشان عارف إن أنت مين اللي حسن. علم معايا يعني أنت شفت إن فعلا ده من هياخد الكارت وهينطلق انطلاقة رهيب. بص حتى حسن محتاج برضه لسه. يعني كنت بتكلم معاه من شويه، حسن جاهز في 3 شهور بس التجهيزه بتاعته ديت، كان لسه متجوز وراجع من مصر وكان ملوش علاقه بكمال اجسام خالص بعد الجواز، وثلاث شهور الحمد لله وصل للمستوى اللي هو وصل له اللي هو افضل مستوياته بصراحه يعني. يعني حتى افضل من مكان ما بيجهز معايا. بيعجبني فيك الحته دي. حسن محتاج 6 شهور. الموضوع انا بكلمك بقى كاحتراف. حسن لعيب حلو كسب في البطوله دي بس مش المستوى ده اللي هيكسب في الاحتراف. لا طبعا. يعني مستوى حسن اللي هو طلع بيه في بطوله الكويت اولمبيا الكويت، لو طلع مثلا هنقول في بطوله بكره ما يلحقش محترفين بمستوى ده لا مش هيشارك بس مش هيكسب. خلينا دغري. فحسن عنده جينات قويه، عنده حسن ما شاء الله لو شرب ميه بيزيد عضلات. يعني انا عارف حسن حافظ طبيعه جسمه من غير هرمونات ومن غير أي. والله لو شرب ميه ما شاء الله جيناته في زياده العضلات رهيبه يعني. فهو محتاج فتره اعداد طويله. برضه مشكله حسن ان مفيش دعم. مش الناس مفكره ان حسن في الكويت مثلا ملياردير يعني. والله العظيم حسن مديون وعامل قرض وعاملين يعني فاهم وماشي كده يعني ايه. يعني هو هيقعد مثلا انا لسه بتكلم معاه لسه هيقعد يسدد في المصاريف اللي عدت دي 3 4 شهور كمان. فموضوع ان هو حسن يحترف هو جسمه ينفع الاحتراف بس لسه عايز فتره 3 4 شهور مثلا كمان على نفس التجهيز ده. مين اللاعب اللي كان على المسرح اللي انت تشوفه ياخد الانطلاقه نحو الامام غير حسن؟ امبابي. اشمعنى امبابي؟ بس برضه امبابي محتاج يعني محتاج 5 6 كيلو. لا ده محتاج 10 كيلو. امبابي لو بقى 85 كيلو انا بقول لك يعني امبابي يمكن الكلام ده ما حدش يعرفه هو بس اللي عرفه. امبابي كان 59 كيلو. كان قاعد معايا في الغرفه في بطوله العالم في اذربيجان.
كان عنده 17 سنه في الوقت ده. كان عنده 17 سنه وانا بصيت له اتفرجت عليه، هو يمكن الكلام ده هيشوفه يصدقه. قلت له انت لما تبقى 80 كيلو هتبقى محترف. الكلام ده من 8 سنين. قلت له لما تبقى 80 كيلو بالشكل اللي انا شايفه ده هتبقى محترف. وفعلا لما بقى 80 كيلو رقم، لما خد الكارت في بطولة اللي قبل كده في الفجيرة، اول واحد اتصل بيه انا، قال لي فاكر لما قلت لي كذا؟ قلت له اه. قلت له فعلا تستاهل يعني. فامبابي لو زاد 5 كيلو هيبقى مشكله في المحترفين. خمسه انا بقول، مش هقول لك يبقى 90 95، لان السيميتري بتاعه تقييم. يعني انا بشوف امبابي مع يعني مع فرق الميزان فيليكس اولا. التدويرات بتاع عضلاته فيليكس اولا. انا بقول انا وجهه نظري خمسه مثلا. خمسه على يعني هو وزن هنقول 80 كيلو مثلا، لو بقى 85 ناشف 85 ناشف حلو زي البطوله بتاع الفجيره مثلا اللي كان لعبها بصراحه. يعني مش شرط الوزن في اولمبيا، يعني في لاعب دخل جوه التوب 6 في اولمبيا 2017 وزنه 75 كيلو اللي هو كوليفيدا لو انت عارف. 75 كيلو، اللي جنبه 96 كيلو وكسب عدد كبير منهم. فالوزن مش شرط، نشافه سيمتري، وده مبابي بيمتاز بيهم. يعني ازاي عامل الربط ان انت شغال جوه جولز بس بتتمرن جوه اكسجين؟ لا انا سبت جولز. سبته تمام. سبت جولز تقريبا من شهر 3 بالرغم ان احنا بنصور جوه جولز. لا هم كلهم اخواتي واصحابي وحبايبي، بس انا في اختلاف وانا حاليا في اكسجين مع تيم اكسجين، وبمرن برايفت بس شغال حر يعني مع نفسي. مش على ذمه حد يعني. طيب وتفتكر ان ده هيقدر يزقك للامام ان انت في البطولات بتاعت المحترفين؟ انت عارف مصاريف جامده جدا يعني. ايوه هذه الفكره اللي انا هقولها. بس احنا مش هنقول مصاريف التجهيز قد ما مصاريف السفر والاقامه هتفرق ايه؟ انا هنا ما كانش في دعم برضه. ما انا هنا كنت انا اللي بصرف من شغلي. ما فيش دعم. يعني انت الناس مفكره مثلا ما انا كنت في جولدز اللي كان بيصرف عليا سبونسر؟ لا. مفيش. مفيش الكلام ده. لما رحنا بقى لتيم اكسجين، هل تيم اكسجين هيساعد ويصرف؟ والله انا ما بحبش اطلب من حد هاني، يعني انا نفسي عزيزه شويه، مش حاجه اقول لك مثلا ايه طب ما تديني كذا، ما تعمل لي كذا. ممكن في مرحله معينه هيبدا الموضوع ده. بس انا لسه مش شايف نفسي ان انا ليا حق ان اطلب. انا لما اكسب هيبقى ليك الحق. بالظبط. فا او جايز تيجي شركه مثلا قويه من بطوله مثلا يكون ربنا كرمني فيها وكده وامضي معاها وما احتاجش لمساعده حد يعني. فاهم؟ بس كده كده انا موجود في التيم كلاعب، بجهز مع التيم. حته بقى المصاريف والكلام ده ربنا بيقوينا يعني، والحمد لله مكملين يعني. انت ابن بطولة العالم، ابن الاتحاد المصري، ابن الاليت اللي هو الاي اف بي بي. لا لا ما كانش فيه اليت، يعني ابن المؤسسة. خلينا بقى عند مرحلة معينة. رافائيل سانتونجا والفايس بريزيدنت او النائب الرئيس اللي هو عادل فهمي لحد 2014. تمام. انت ابن المؤسسة دي. لما خرجت من المؤسسة دي ورحت للكيان الجديد للمحترفين للبرو ليج، حاسس بفرق عامل ازاي؟ يعني بص هقول لك، بكرر نفس القصه بتاع الهواه. انا في الهواه انا بلعب من سنه 2001 تقريبا، عشان تبقى في الهواه تنيت نلعب وعافر واسافر. يمكن الناس اللي تعرفني من زمان انا كنت بلعب تجارب بطوله العالم. انا لعبت اول بطوله دوليه ليا سنه 2006. تمام. كانت بطوله افريقيا. وبعدها لعبت بطوله العرب وبطوله البحر الابيض وبطوله كاس قطر، كل ده من 2006 ل 2010. من 2006 انا بلعب بطوله تجارب العالم اللي هم بيعملوها في مصر. ومش هقول لك كنت بكسب، بس المفروض انه كنت بكسب يعني. ما كنتش بسافر. 2006 2007 2008 2009 مليت. يعني عارف يعني لو انا بالي مش طويل 4 سنين بتجهز في التجارب وبتكسب وما تسافرش. الله بص، كان ايامها معروف يعني الناس اللي بتسافر يعني معدودين. معروفين. بزرق. حتى ما كانوش بيشاركوا في التجارب عشان نبقى مع بعض يعني. دول بالتسكيل 4 5 منهم كابتن شحات، كابتن انور العماوي، كابتن احمد حموده،
كان مصطفى نسيم برضه يعتبر معاهم جديد عليهم، بس انا بكلمك على، فما كانش في حد فرصه لحد انه يسافر يعني. المهم جت سنه 2010 جت لي دعوه من المانيا لبطوله في المانيا. اوكي، كانوا متابعين صور الفيسبوك وبتاع وقالوا ان احنا شفنا صورك، مضمون الدعوه انا بقولها لك يعني، ان انت من افضل لعيبه كجينات وبتاع واحنا عايزينك تيجي تشارك. بعتوا لي الدعوه وخدت الباسبور ورحت سفاره المانيا عشان اخد الفيزا وسافر. طلب مني السفاره ان انا اجيب بما يثبت من الاتحاد ان انا في من الاتحاد ده في منتخب مصر وكده. فروحت الاتحاد، فالدكتور علي طلب مني ان انا ايه العب التجارب. كان فرق على التجارب بتاع 2010 تقريبا اسبوع خمس ايام او اربع ايام. قلت له هلعب التجارب ليه؟ انا مش عايز العب تجارب. قال لي لا ما مش هديك الورقه دي لما تلعب التجارب، عايز اشوفك في التجارب. قلت له انا مش جاهز. فقال لي ازاي انت مش رايح تلعب بطوله في المانيا تبقى جاهز؟ قلت له ايوه بس بطوله المانيا فرع على شهر ولسه. قال لي لا اما تلعب البطوله التجارب هديك الايه؟ الورق. بيني وبينك نفسيا يعني انا كنت راسم خطه ثانيه خالص ان انا اسافر المانيا بقى واهرب واعيش هناك وفاهم واشتغل وكده. فرحت تجارب، مش هقول لك جاهز زي الاربع خمس سنين اللي قبل كده. رحت بقى نفسيا انت بتعمل والله اسوء مستوى ليا، انا بقول لك اسوء مستوى ليا في تجارب كان 2010. ماشي، وبعدين اجتمعت اللجنه الفنيه بعد التجارب لقيتهم طالعين بيقولوا ايه مبروك هات الباسبور بتاعك. قلت لهم باسبور في سفاره المانيا. قالوا اسحب الباسبور تعالى عشان تيجي معانا بطوله العالم. فالموضوع بصراحه يعني عارف اللي هو ايه شتت لك دماغك يعني. انا كنت باسم خطه. هسألك سؤال. انت تفتكر ان الاتحاد المصري كان بيعمل مظله على اللعيبه ان هم ما يكبروش يفضلوا دايما تحت الايد دايما؟ لا يعني انا ما حسيتش بده بصراحه يعني، ممكن بعد كده بس انا في الاول ما يعني اللي عرفته ان انا كنت محطوط احتياطي مش اساسي كمان. يعني اما خلوني حتى كانوا واخديني احتياطي، كان فضالي الاول في التجارب وانا الثاني. وخدوا اتنين في الوزن. فطبعا لما المعسكر بتاع دار الدفاع كان امبابي معايا لسه، امبابي كان اول سنه برضه، وكملنا وسافرنا الحمد لله تقريبا في المنتخب كله انا الوحيد اللي عملت ذهبيه. انا واحمد حموده. ثبت نفسي خلاص. شوف بعد كام سنه بقى بحاول اسافر بطوله العالم. اربع سنين. ما استسلمتش. لو كنت استسلمت كان هيحصل نفس اللي حصل مع لعيبه كتير وكانت طالعه معايا في نفس الوقت ودلوقتي خلاص يعني اندفنوا بالظبط، فاهم؟ فانا الحمد لله في الموضوع ده هو نفس الموضوع بيتكرر تاني دلوقتي. انا دلوقتي في مكان جديد مش معروف، محدش يعرفني، بسافر بلعب باخد مثلا مركز رابع مركز سادس، بس متاكد ان في وقت من الاوقات هاخد حقي. امتى احمد الورداني يفكر يقف ويقول كفايه كمان اجسام كده بقى انا مش ملاعب تاني؟ حاطط لحد مثلا ما بين 38 و40 سنه. يعني اما يبقى سني من 38 ل40 خلاص عايش ابدا، لا هبتدي بقى اعيش حياتي كمدرب مش كلاعب. بس انما انا دلوقتي شايف نفسي لاعب لحد مثلا السن ده ابدا بقى افصل. بس يعني انا حاطط النورمال كده بالظبط، مش حابب مثلا حتى لو كنت ايامها في قمه حيويتي ونشاطي برضه خلاص. ما نعرفش يا كابتن والله. لو بقول لك حتى لو بتكسب يا كابتن والله زي داكستر جاكسون وبتعمل مراكز طبعا لا الموضوع يبقى مختلف. لا بس برضه عارف يعني لعبة كمال اجسام مش هقول لك يعني انا مش بقول كده بكره الناس في اللعبه ولا بتاع، بس لعبه بتفرض عليك حاجات خلاص انا حطيت رجلي وبقيت فيها، بس بتفرض عليك حاجات يعني. انا مثلا لو ابني هيلعب كمال اجسام مش هلعبه كمال اجسام. ليه؟ من اللي انا بشوفه. انا بعيد عن بيتي، بعيد عن عيالي، بعيد عن باكل لوحدي بشرب لوحدي. تخيل مثلا قاعد في رمضان عامل دايت صايم طول اليوم وتيجي تفطر مثلا على بيض ولوحدك والجماعه مثلا في البيت قاعدين، اهلك ابوك وامك واخواتك قاعدين، واكل بقى من اللي نفسك فيه. طب
يعني فاهم الموضوع صح. برضو مش وانا اجتماعي قوي يعني، انا بحب اهلي، بحب اسرتي، بحب اخواتي، بحب عيالي، بحب مراتي، يعني عايز ابقى معاهم. انا نفسي مثلا، انا نفسي اوصل للسن اللي بقول لك عليه ده عشان اخلص. فالموضوع اللعبة كمان اجسام بتبعد يعني اللعب، يعني بتخلي لعب شويه بعيد عن الموضوع ده، ما بتخرجش، ما بتفسحش عيالك. يعني اقول لك موقف مثلا، رامي السبيعي، رامي السبيعي كان عازمنا في حفله عيد ميلاد ولاده بناته في ماكدونالدز، وما شاء الله اكل مما تشتهي الانفس يعني، وقاعدين كلنا رايحين وعمالين ناكل وبتاع، وهو يعني كان فاضل على البطوله بتاعته او كان عامل دايت ايامها، والله قاعد في جنب كده وماسك العلبه بتاع الدايت. تخيل مثلا هو عيد ميلاد بنتك وتورته والعيال بتاكل والناس بتاكل وانت عازم الناس المفروض تاكل معاهم، بس قاعد تاكل. شوف الحياه الصعبه، انا بوصل قاعد تاكل بقى صدوف فراخ نيه مسلوقه ولا مشويه وبتاع، فاهم؟ ما انتش قادر في يوم زي ده حتى يعني، في يوم. فهو ده مش مع رامي بس، معانا كلنا بيحصل نفس الموضوع. فانا يعني بصراحه مش حاببها، لا انا بحب عشان كده انا مكمل فيه. بس لما بتبقى عندك اسره وبيت وعيال وبتاع بتحس ان انت واخد من حقه. بالظبط، فاهم؟ وده مين خد من حق الورداني؟ من حق انا؟ محدش خد من حق، بالعكس انا اللي مقصر. ركز في السؤال ده، مين انت من وجهه نظرك شايفه جنى على الورداني وخد حق من حقوق الورداني؟ مفيش حد خالص. انا مش شايف حد جه عليا في حاجه بصراحه، بس بالعكس بالوقف بتاع الاربع سنين. بص، الوقف بتاع الاربع سنين انا مسامح فيه والله، يمكن هي كانت اشاره من عند ربنا مثلا ان اريح شويه عشان ابدا ابص لشغلي وكده، يعني دايما بحسبها كده. بس سواء اي حد اذاني او نفعني انا مسامح، بس لحد كده وخلاص وكفايه، مش هسامح تاني. مش عرفت طريقي وعرفت سكتي وانا مش صغير. بالظبط، فاهمني؟ يعني الله يسامح اي حد ايا كان هو مين، اذاني او نفعني. طيب انت بتقول ان انت مسامح في الناس اللي جت عليك. انت اللي جيت على ناس بقى، طبعا طغيت على حقوق ناس من اللي حواليك، اهلك، مجتمع شغلك، لعيبه معاك، ايا إن كان، انت عملت ايه بقى؟ جيت على عيالي. يعني بعدك عن عيالك ده لوحده طبعا، هم محتاجينك وانت محتاجهم. مراتك، يمكن انا بنزل مثلا مصر كل شهرين او كل شهر، بس برضو انا جاي عليهم. اهلي، ام الله يرحمها، كان المفروض الفتره الاخيره دي ابقى معاها. انا حضرت الحمد لله، يعني كنت موجود قبل ما تتوفى، بس يعني مش عارف كده يعني. يعني اكتر حاجه ندمت عليها ان الفتره ديت كان المفروض ابقى معاها. يمكن محمود اخويا اللي كان موجود معاها في الفتره ديت بسبب برضه كمال اجسام. ابويا حاليا برضه، ابويا كبير مش صغير، تعبان عنده تعب، فالمفروض الفتره دي انا ببقى معاهم، انا في دنيا وهم في دنيا. كل ده جيت عليه، جيت على نفسي. بس كل لاعب كمال اجسام بيجي على نفسه. الكلام ده مش هوضحه قوي، بس يعني ايه، يعني الناس عارفه انا قصدي ايه. بس في المجمل هي لعبه كمال اجسام في الظاهر قدام الناس انها صحيه. وان لاعب كمال اجسام ده جامد جدا، جامد جدا وبتاع، هو ممكن في الظاهر جامد وممكن قوي جدا فعلا، بس الله اعلم باللي جواه ايه. الله اعلم باللي جواه ايه. عايز اقول لك اكتر حاجه بتاذينا اكل البروتين اللي احنا بناكله طبعا، يعني اللحوم يعني والصدور والحاجات دي، يعني مش صحي. الاكل اللي احنا بناكله ده مش هو هيلسي، وبنقول احنا بناكل هيلسي بتاع، لا مش هيلسي. هنتكلم بقى، هو هيلسي لغايه نسب معين. هنتكلم، لا البادي بيلدينج، انا بتكلم على البادي بيلدينج. يعني لما تاكل في وجبه 300 جرام بروتين او 250، ده اوفر على الجسم. فين الهيلسي هنا؟ يعني هم ال 250 ممكن تاكلهم في اليوم كله بالظبط، بس في وجبه لا طبعا. يعني انا بس جيت على، يعني مش انا كمان اجسام، كله بيجي على نفسه. كل ده في انتظار لحظه واحده، المكسب. بالظبط، تكسب بتحس هي مخاطره، هي بالظبط. بتكسب من نوع تقيل كمان. بتكسب بتحس ان انت نسيت التعب ده، بتفرح، بترجع تفرح عيالك بقى وتعيش معاهم وتبقى مبسوط وبتاع. يعني انا كنت المفروض في اجازه دلوقتي، بس انا المفروض ان انا في اجازه في مصر، بس هي الفكره كلها في ايه؟
ان انا كنت حاطط في دماغي ان هاخد اول وارجع اخد اجازه فما خدتش اول ما تاهلتش خدت نقط لا مش هنزل هكمل لحد ما اتاهل يا انا يا اولمبيا السنه دي. طب ايه الماتش اللي انت جاي المفروض تلعبه عشان تجيب النقط اللي انت فاضل لك كام نقطه مبدئيا؟ لا بص هي ما بتتحسبش فاضل كام نقطه انا كنت مفكر برضه 10 نقط بتاع هي بتحسب ان كل الناس اللي خدت اول بتتاهل طبعا بعد ما خلاص الصف بيتقفل بياخدوا اعلى ثلاثه واخدين نقاط فانا يعتبر رابع واحد فاهمني فانا عايز يزود النقط ياخد اول واتاهل فان شاء الله لسه لحد بطوله اولمبيا في 9 في حوالي 8 بطولات تاهيليه فان شاء الله اشوف بطوله فيهم وبشارك فيها يا رب ان شاء الله. تفتكر ان تيم اكسجين هيقف في ظهرك في البطوله اللي انت هتحددها دي ولا برضو لا؟ هيقف طبعا هو واقف مش هقول لك ما بجاملش والله انا ما قلتكش انت بجامل مش بجامل انا بقول لك يعني الناس ممكن تفكرني بجامل بس لا هيقفوا اصل انا محسوب عليهم بص يعني انا دلوقتي انا بقول انا ايه اكسجين لما اخسر محسوب على مين؟ على اكسجين بالظبط ولما اكسب محسوب على اكسجين فمكسبي فايده لهم او حاجه كويسه لهم وخسارتي حاجه تضرهم بس لما تكون انت بتتهور وبتاخد قرارات من دماغك ففي اللحظه دي انت يعني هم ممكن يقول لك لا انت مش محسوب لا 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 محسوب برضه ما انا بمثل التيم يعني انا بمثل نفسي والتيم انا لما اتكلمنا وكان بدر بوداي موجود هو قال احنا ما قلنالوش يروح يلعب البطولتين اللي فاتوا حصل وانا قلت لك انا اللي قررت وانا اللي حجزت وانا اللي عملت كل حاجه فاهم طب في اللي جاي برضه هتقرر مع نفسك لا لا بس ان شاء الله خلاص بقى تسلمت لا اتفقت ان هم هيبقوا معايا ان شاء الله وفي نفس الوقت اصلا لان انا من النوع اللي مش بحب التصوير يعني خلينا نلغي مع بعض ما لناش علاقه بالتصوير موضوع بس احنا محتاجين كمان لا كمان ما هو المدرب ايه مدرب نظره انا انت مثلا عايش في مصر وانا هنا وبتجهزني بقول لك ايه بتقول لي كل شويه ابعت لي صور انا من النوع مش بحب اقعد اتصور كل شويه وابعت وبتاع ممكن الصوره هنا حلوه ممكن كمان شويه في الزاويه دي وحشه مع انها في نفس اللحظه فانت هتحكم على اي واحده فيهم فحكمك ممكن يختلف مع انهم الاثنين في نفس الثانيه وفي نفس المستوى لا اما تبقى معايا هنا تبقى شايفني احسن فهو المره الجايه ان شاء الله هيبقوا معايا لان انا كمان مش بحب اقعد اتصور كل شويه فيشوفك افضل واحد اتنين تلاتة وان شاء الله المره الجايه تصيب باذن الله. لو هتبص للكاميرا دلوقتي وتقول لحاجه للناس حابب تكلم مين وتوصل رساله عامله ازاي؟ انا بقول كل واحد عنده حلم ما يسيبوش تمام واهم واهم حاجه نبعد عن الناس المحبطه المحبطه مش الفاشله لا المحبطه ابعد عن هاني بنك لا لا مش هاني بنك لا بص والله في ناس هاني تقول لك يا عم انت هتروح المحترفين تعمل ايه لا احنا زيهم واحنا احسن منهم وزي ما بدو بيقول فعلا والله احنا احسن منهم احنا اجينات احسن واحنا بنتعب اكتر منهم ويمكن هم مثلا عندهم الظروف سامحه شويه بس احنا بعون الله بجيناتنا وبمجهودنا هنوصل ونبقى احسن منهم بس ابعد عن اي حد يحبط اي حد يقول لك كلمه تحس انها هتحبطك ما تقعدش معاه تاني خاصه لو عندك بطوله فدي اهم نصيحه ويمكن انا قلتها قبل كده على الفيسبوك ابعد عن المحبطين دي يعني انا عن نفسي لو واحد محبط ما بقعدش معاه واحد بيديني دفعه لا كمل لا احبه وكمان حاجة أنا بحب النقد جدا يعني أنا مش بحب اللي يقول لي أنت أحسن واحد في العالم أنت على فكرة كومنتات النقد بقراها أكتر من المجاملة يمكن بستفاد منها شوف بقى الانستجرام بتاعك اليومين اللي جايين هيجي كله نقد بعد ما الحلقة لا مش مشكلة بس أنا بحب النقد يعني بس النقد الصح النقد اللي من إنسان فاهم يعني مش واحد نام على بطنه مثلا بكرش معلش مع احترامي يعني ويقول لك ده كان معبي ده كان مش عارف ايه لا انت خليك راجل بتفهم كمال اجسام او يعني دايما النقد او الناقد بيبقى انسان في نفس المجال يعني ما تجيبش واحد محاسب مثلا ملوش علاقه بكمال اجسام وتقول له تعالى علق لي على احمد ورداني او هاني او رامي او فلا حد يكون مدرب بيفهم في كمال اجسام هو اللي بينقد ممكن الانسان العادي ينقد مش نقد بقى يقول وجهه نظر سواء صح او غلط بس بدون يعني بدون ما يحسسني ان هو ايه يعني مثلا ايه رئيس لجنه التحكيم بالظبط
يعني عايز افهم اللي بينقد هل هو عارف. اه وبعدين يا جماعه في نقطه كمان، دايما الحكم ما يبقاش من على الصور. الصور مخدعه لدرجه يعني انا بصراحه اكتشفت الموضوع ده، يعني انا ابعت لك صوره وفي نفس الوقت بالظبط بس اتنقلت في حته تانية هبعت لك صوره تانية، الاثنين في نفس الوقت، هتقول لي ممكن انت مثلا كمدرب تمشي انت كمدرب آه. سيبك بقى من الانسان العادي كمان تقول لي لا تقول لي ده الفرق بين الصورتين شهرين وهم الفرق بينهم ثانيه. ف بس ده نبعد عن المحبطين، نبعد عن المحبطين، هي دي رساله الورداني ليكم ان انتوا تبعدوا عن المحبطين، وكل واحد عنده هدف او عنده تارجت يفضل مكمل وماشي وراه. صح كده؟ صح كده. بشكرك يا كابتن ورداني، وبجد انا مبسوط ان انا كنت في استضافتك النهارده يا باشا، انت على راسي من فوق ونورتني ودايما كده منورنا يا كابتن هاني. الف الف شكر، وبنشكره ان هو كان معانا، وبنشكر تيم اكسجين اللي بيدعمه، وفي نفس الوقت بنشكر بيته الثاني جولد جيم ان هو مستضيفنا النهارده ان احنا نصور معاه الحلقه دي. يلا نشكركم والسلام عليكم.